الصوت بالمسجات وما يعطينا فرصة. فكرت مرة شنو الهدف من حضوري هاي اللقاء؟ بس حق اللي يقولون ان رؤوف اللعب مالك كله بس اركب واركب، هو بروحه قال. زعلني ان كان بالامكان ان ما يكون التعامل بهالطريقه. He doesn't do anything besides run 5-on-5 the whole practice. وهو كان يتواصل وياي ويقتلني بعض النغزات. Definitely not gonna beat them. Do you get what I'm saying? If I join Ali, Najma, Mahadev, Manama, they for sure are not beating us. مو بكل شيء نقدر نعترف فيه، ولا كل شيء نقبل نتقبله. والله يسلمك، الاتفاق ما كان بهالصورة. مرات في أمور نظن أن تجاوزناها. لا لا لا، ما في ذا الكلام أبداً. أبداً. يفترض نسيناها. يعني أنا مو ملاك، أنا إنسان، أخطأ. أخطأ. وتوقعنا. صححناها. لا، هو يعني مسج قال لي خل رؤوف يطلع. بس نكتشف لا. لأن أنا عارف لو أنا بواصل بفشل. وإذا عن الحل ممكن يكون سهل إذا عرفنا بالضبط شنو اللي نمر فيه. نادي النجمة يمكن صدق أول مرة أتكلم عنهم في أهل السلة، بس أعتقد أي شخص موجود في وسط السلة طلعت رؤوف من النجمة كانت صدمة. أنا أبوحي من صدمة، يعني ما أعرف إذا هي صدمة عليهم، بس يعني أكيد صدمة لك، لأن يعني خلص في اسماء كذي تركب على اسماء، فنجمة رؤوف بالضبط. ما شاء الله على شكلك متابعه من قبل، مع انه انا شاك انه حدك سنه. لا حدي سنه بس احضر. لا وايد زين. الى الحين في ناس في الحسابات يعني السوشيال ميديا يغلطون ان الاتحاد بهوف يقولون هو النجمه بهوف. الى الحين في البدايه طبعا في ضعف خاص كلش خلوني ان انا اطلع، بس هاي مو بعيده 100%. الاجواء شوي ما كانت توالمني. انت طلعت من النجمه؟ اي نعم. بس مو هاي الكلام السائد. ها. انه كان قرار مجلس اداره. انه رؤوف اقاله؟ اي ما يدرب الفريق. هو المشكله في كل النوادي، بس يخسر تخسر تقرب اقاله المدرب. يعني يمكن اتذكر انا يوم خسرنا من الاتحاد رؤوف كانت عنده مشكلة كبيرة، وكان إنه يبون يقولون الإدارة. نعم. تبغى هواش في تليفون؟ الناس اللي في الرياضة كلها كذي، إذا هم أقالوهم قالوا عندنا رسالة إحنا استقالنا. أنا عارف إن هالسؤال بيني. أعطيني تليفوني. أيوة استقالة. أعطيني تليفون. لأن شنو يسوون؟ يقولون إيه إحنا ما استقلنا، ما أقولون إحنا استقلنا. هو تشوفه بقول لك شيء، يعني الموضوع صار. الواحد شو يصير لما يحس إن الإقالة قادمة وبتي وباقي عليها يوم ولا يومين، فهو الشخص أو المدرب أو أي كان يقوم شو يسوي؟ يستقيل. يقوم يستقيل عشان يقول أنا استقلت. فايت يختم أول. ما أبغى التوقيع وايد عود الصراحة. لا، لأن كتبتها قالوا لي وقع عليها ويجيبها. أجزع التاريخ. 26/11/2022. إيه. زين، هو في محاولات كان ان صح اللي قلت له استشعرت الاقاله قادمه. هو يعني مسج قال لي خل رؤوف يطلع. من ما بقول اسمه صراحه. اوكي، يعني مسج قال خل رؤوف يطلع.
هو علشان تعرفين اكثر، احنا رؤوف بعقب نادي الاتحاد. اللي اول حرف من الاسم فقط. لا ما بقول الاسم. اللي في النص، الحرف اللي في النص. لا ما بقول الاسم. كمل السالفه والله ما بقول. كامل. اوكي. عقب ما رؤوف خسر من نادي الاتحاد، اوكي. طلب كذا، يعني كذا صارت نقاش بيني وبينهم، قال احنا نحتاج رؤوف، قلنا يحتاج رؤوف بعض يعني المساعدات علشان يكون يعني يحقق نتيجة، مثل مساعد مدرب شاطر، اوكي، ممكن بعض اللاعبين يحتاجهم رؤوف، اوكي، علشان انه يحقق نتيجة. انا دعمت بعد، خداني الحماس بعد اكثر ودعمت اكثر علشان ويبنا محمد ناصر، تفاوضنا مع مصطفى ويبنا مساعد مدربين هاني علم ومحمد نجف، وما اتذكر شنو من يبنى بعد، اذا يبنى حل والله لا، اوكي. فهذا شكل شنو خلانا ان يعني رؤوف ها تحت التجربه مره ثانيه، واتفقت مع الاداره على فكره. هاي قبل المسج. لا قبل المسج هذا. هاي قبل المسج. قبل المسج نعم، اوكي. وواصل رؤوف في الـ في الـ في التدريب مع هاني علم مع محمد نجف، اوكي. وكانوا حليو الكيمستري مالهم، رؤوف وهاني ومحمد نجف، جدا جدا جدا، لان كنت احضر، كان عندي وقت احضر تمارين. اذا كل هالتغييرات صارت، عيل ليش رؤوف ما كمل مع الفريق؟ شوفي، هم ما يقولون انهم ما يصلح مدير فريق اول، هم يقولون هذا الفريق يحتاج لمدرب ووظفه يحقق فيه نتيجه. يختلف عن انهم يقولون ان رؤوف ما يصلح مدرب اول، هم ما قالوا رؤوف ما يصلح مدرب اول. هم قالوا يعني هم اللي اختاروا رؤوف قبلي ترى. يعني عين رؤوف، عينت مساعده فاطمه، اوكي؟ بعض اللاعبين موجودين على حسب اعمارهم لان ما في عقود، في بعض اللاعبين عقود مثل بوعلاي، اوكي؟ بعدين انا جيت، يعني تعين رؤوف قبلي. فهم يعتبرون ان رؤوف اصلح حق يعني ما كان عندهم خيار وقتها. انت عندك معلومه يعني ما عندهم خيار؟ انا ما عندي معلومه. انا ما كنت ابي اصلا فريق اول اذهب من قبل، اذا انت عندك الهيستوري مالي ان كانوا يقولون لي يا ود الاول كنت انا فئات احب ان انا اطلع لاعبين ابرز لاعبين. ان الفئات راحوا الاول، فانت يعني هم ايش صار كذي انه دين لاعبينك ما ادري شنو. طبعا هاي الجيل الحين تشوفونه هاي اخر جيل عندي انا، من قبل ترى من زمان في عندي لاعبين وايد صاعدهم فريق اول. بس وضع النادي كان في السله شوي، الدعم كان بسيط، ما يقدرون يبون يعني مدرب من باها او كذي، فكانوا يقولون لي اوف انت الحين وياهم واصل كمل وكذي. فكنت انا اوكي يعني دائما اقول لهم يعني مو بدل الاداره، طبعا الاداره القبليه السابقه اللي تمت فتره اخر سنه او اخر سنتين تشوفوا لكم مدرب، تشوفوا لكم هاللون. فانا بالنسبه حق النجم ما عندي اي مثلا مشكله. ليش ما كنت بتكون مدرب فريق اول؟ احس روحي فريق الاول. بقول لك فريق الاول ده بالزلق. ده بالزلق فريق الاول زين، انت فوق ده بالزلق، احنا نسميه ده بالزلق مو بحق اي احد. لا ده بالزلق يبي لي اقوى المدربين يوم من الايام يطيحون من قدم سله دوري، يبي اسم. فكر لابد من فترات انه صدى الزلق. اوكي يمكن صار الزلق، الاداره تصبر عليه شوي يريد يرجع محله. صح، اعتقد هاي طبيعي في الرياضه سواء سله ولا صح. اي شيء ثاني يعني عشان كذي اقول لك. بس انت كوتش رؤوف محتاج تطور نفسك وايد في الكوتشنج كورنر يسمونه، هاي زاويه المدربين، لازم تطور هاي الجانب عندك وايد. ترى في فرق بين الترينر والكوتش. كوتش رؤوف جود ترينر، بس الكوتشنج كلمة أكبر. لازم أنت تكون ملم فيها وايد، يعني لأن هاي اللاعبين البحرين أذكياء، يعرفون يقيمون المدرب، وفي نقاط لازم تكون موجودة فيك، مميزات معينة
قلت لك انا ما اقدر اسرد لها كلها درسويل تكتيكك تكنيك اختيارك قناعاتك مبادئك قراءاتك في المباراة كل هاي الامور في جوانب هو يحتاج انه هو يضيفها حق نفسه مو عيب يعني. بس ابي افهم هاي وجهة النظر منك، تشوف ان يعني تشوف في رؤوف شيء، تشوف عكس اللي احيانا اغلب الاراء اللي سمعتها ان رؤوف كمدرب فريق اول يحتاج يطور نفسه وايد. 7 من 10. 7 من 10 تعطيه؟ وايد 7 من 10 بعد. انا القيمه شدي 7 من 10. اوكي. في ناس تقيمه 5-3، ناس تقيمه 9. انا قيمه 7 من 10. اوكي. انا ما اشوف رؤوف بيرفكت، يحتاج له يخوض في انديه ثانيه، يحتاج له يطلع برا، يحتاج له يروح اكاديميه ازيد. اوكي. يحتاج له ثقافه السرعه بعد يغيرها. الامور الفنيه بنخليها على صوب، لاني ابي اعرف اذا التغيير ياب نتيجه او لا. شفت تغيير وشفت بعد يعني يبي له بعد فتره بسيطه احنا ممكن ان نسوي شيء. شنو؟ بي محترف ثاني بعد. اوكي. نيك كان محترف شاطر، زين بي محترف ثاني بعد بنحاول ان ندعمهم بمحترف جديد، وممكن ان نوصل رباعي ونوصل نهائي، يعني في منافسه بس ممكن. زين درسناها بهذا الطريقه. نسيت خسرنا من مين؟ المهم خسرنا، فياني مسج قال لي خلاص القرار صدر ان رؤوف يقال. زين اوكي، فخلي يطلع احسن ما يطلعونه الدكتور. اوكي. المهم انت بين الاسم ها الدكتوره. زين المسج لحين محتفظ فيه رامي، ما بقول في التليفون الثاني. اوكي. زين ايبو تليفون. فأنا انزعجت من هذا الشيء الصراحة. أوكي. وقلت لهم إن على راحتكم، سووا اللي بتسوونه، بس هاي الشيء مو صحيح. أنا كلمت رؤوف، عشان مو رؤوف اللي كلمني، أنا كلمت رؤوف قلت له ترى يا فلان أوكي يبون يقولونه. قال ليش؟ إحنا اجتمعنا مع الدكتورة وكامل وهذا، ويعني الدكتورة رحبت ولازم تنعرض على. قلت له بس لا تخبر احد، بس انت خل مهيئ في بالك انه بهذا هذا الشيء، يعني عشان لا نفسيا تتعب ولا شيء، بس خلاص. وصلنا صار طرح اعتقد هذا الموضوع في مجلس الاداره، ومجلس الاداره رفض اقاله رؤوف. زين اوكي. وبس قبل 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 مجلس الاداره الدكتوره دافعت عن رؤوف. دكتورة من الشخص اللي ما يتب يتقين رؤوف، فهمتني كذي؟ فهجم ولا اوكي. اللي المسج من عند من؟ ايه. انت بين لازم المسج من عند من؟ مهم؟ مهم عندي من عارف الفاعل الرئيسي في الحدث، لان انا صراحة سألت ودورت وكل شيء لحي، مو عارفة من هو الشخص، لان احتاج اسوي لقاء معاه، ابي اسأل عن اللي صار، فانا احتاج ان انا اواجه هاي الشخص، ابي اسمع منه. انت عارف تبين تخليني اقول اسم من، بس ما بقوله بحكم اسم من. انا ما اعرف الاسم صراحه، بس انا يعني اعرف يعني اعرف القصه، بس انا في عقلي اقول اللي صار في النجمه، يعني زين عمار كان يا في وقت استقطبتوا لاعبين قاعدين يتكونون فريق اقل من اسبوعين قاعدين يتكونون فريق، مفروض كان يعني دريم تيم. مفروض كان دريم تيم بال 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 بالشكل والحكي صح. اي اوكي. لان الفريق ما راح ينجح في سنه واحده، هذا السبب الرئيسي. يعني اللاعبين اللي جاوا لازم يكون عندهم يفهمون المدرب شنو، والمدرب يفهم اللاعبين اللي قاعدين شنو، واللاعبين القدامى مال النجمه يفهمون اللاعبين الجديدة. لاعبين النجمة كلهم انولدوا في النجمة، تعودوا على سيستم واحد. اوكي. تعودوا على النظام، لو كان غلط بعد متعودين على النظام، هذا النظام حابينه وماشيين فيه
غلط احنا غلطانين ما عليه، بس احنا حابين هذا الشيء. تجيب لاعبين في خلال سنه واحده وتقول تعال جانا سو وكملوا بعض وحققوا بطوله، هاي صعب. بس هالشيء عمار اكتشفتوه عقب ما جبتوا اللاعبين، ولا كان شيء المفروض تكتشفونه قبل لا تستقطبون ذلين اللاعبين؟ ولا يعني انا شخصيا عقب ما كنتوا متوقعين ان هاي اللي بيصير. اذا واحد رياضي يفهم شيء واحد، اخذ الفريق كم مده دربه؟ هاي النقطه واحده. النقطه الثانيه كم مده؟ خلينا نجاوبهم عشان الناس تعرف. انا دربت ايش كثر هاي الدريم تيم؟ الدريم تيم كان حسين شاكر وعلي جابر في المنتخب. لا هذا وباقي اسبوع. اوكي انضموا الفريق باقي اسبوع. اوكي كم بس اكثر من اسبوع تقريبا. اوكي والمحترف اسبوع. انا لو قايله من قبل اقدر اجيب التواريخ بالضبط. انا اسبوع واحد يمكن ذهبتهم الفريق كامل على نظام كلش يختلف عن هم اللي يلعبون عليه. نظام يعني ما تقبلوه، ما تقبلوه صفر صفر. او تشوفون انه هو مو بنظام، مو بس في النجمه يعني هم مارين عليهم مدربين غير رؤوف. انزين فانا اللي ابي افهمه، انزين اذا مثلا اذا لاعب نفس حسين شاكر، اوكي لاعب نفس عبد الرحمن غالي، لاعب نفس كيمبس، لاعب يعني خلينا نقول ثلاثتهم كلهم مروا في المنتخب، صح ولا لا؟ انزين فهم مارين عليهم مدربين، فلما الوسط الرياضي يسمع مثلا من ذين اللاعبين انه رؤوف مو مدرب صح، رؤوف ما يعرف يحط خطط، لا ما فهمت شنو يصير؟ لا لا مو بس الوسط يسمعون، هم مقتنعين. قالوا انه رؤوف ما يصلح يدرب كذي. السبب ترى بسيط. شنو؟ اذا لاعب طول فتره لعبه يلعب ويدربونه على نمط معين واحد، انت بتغيرين سواء انت صح او غلط، هو ما يتقبل دي الشيء. ليش غيرت لهم بالضبط؟ يعني انا بقول لك مثال الحين، مثلا انا طريقه لعبي دائما تكون سريعه كلها ركيض، اركض في طريقه معينه. حق اللي يقولون ان رؤوف اللعب ماله كله بس اركض واركض، هو بروحه قال اي في احد في السله يقول السله مو سريعه الحين؟ لا بس اعتقد اركض، لكن مو اركض كذي بس، مو ماراثون احنا، لا اركض الكره وين تروح وين تجي شو السالفه، لان الجماعه تشوف بس ركيض بس مو عارفين مثلا شنو ورا هالركيض شو السالفه. انا بقول لك شيء، انا بهالركيض هذا يطنزون عليه. لا انا مو متوقع هاي القصه، مو متوقع انه ما في كيمستري، خلافات بسيطه بين والد النادي ومو والد النادي. اوكي ما توقعت ان ما ننجح، ما توقعت اصلا الاعلام يضخم بهذه الطريقه، رغم ان انا صدقت الاعلام يعني انه اوه اوكي سوينا شيء اوكي وبنحقق وبنغلب المنامه وبنغلب الاهلي وبنغلب بس بعدين يعني بصراحه قعدت مع نوح فقال لي صعب اللي انت قاعد تقوله ان انت تحقق شيء، انا في المنامه من الميكرو بنيت علشان اوصل لهذا الفريق، فانت بيت في سنه واحده بتسويها ما صارت. كانوا بعد امثله المحرق حطوا مثال نادي المحرق بعد اشتروا لاعبين و فالمهم انا يعني لا انا توقعت لما نشتري اللاعبين بنسوي شيء. زين لما شفت هاي السيستم ما مشى مع اللاعبين اللي كانوا موجودين معك، ما حاولت تغيره؟ ما بقدر في اسبوع اغيرها. انت ايش كثر انا كنت عارف ان يعني كم مباراه لعبت وياهم؟ هو لعبت اول مباراه ضد الاهلي انغلبنا وصارت اللويه، عقبها ثاني مباراه ضد الاتحاد زين بعد انغلبنا. اوكي عاد ليش انغلبنا؟ علي جابر بعد مصاب وبعد لاي بعد كان مصاب وهذا فيه رباط. اوكي تميت العب بلاعبين اللي هم الثلاثه اللي يبناهم البيج ولاعبين الباقي الصغار، فما في اي تجانس ما بين الاثنين. زين هاي خسارتين وبعدها شنو كان؟ خسارتين هني خلاص بعد يعني تمت صارت المشاكل هني وطالع عقب انغلبنا من المحرق والمنامه كنا بعد. فاربع خسارات. اربع خسارات وبعدين خلاص. اربع خسارات لاحظ الثلاث انغلبنا من ثلاث فرق كبار يعني محرق والاهلي والمنامه. والاتحاد العام فريقهم بعد زين من البدايه كان. بس الجماعه ما كان عندهم صبر يعني شلون تنغلب؟
يعني خذوا كان يعني بالاسامي قالوا انا فوت بطوله ناخذ بالكلام صح او باي بطوله ناخذ صح بس الحكي ملعب مو بس بالاسم يعني. فانا ما قدرت في فتره بسيطه ان انا اغير هالكثر اللاعب. شنو اكثر شيء ضايقك في وجودك في النجمه؟ لا تفكر فيها مرتين. لا 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 يعني شيء ضايقني وللحين في بالي ما ضايقني. لا مو شرط للحين في بالك ضايقك يعني وقتها في وجودك في النجمه. اتذكر الصراحه يعني شوفي في النجمه حاولت ان انا اركبهم مع بعض. يعني حاولت قد ما اقدر ان انا اخلي الكيمستري قوي مع بعضهم بعض. حاولت ان المشاكل اللي موجوده او وجهات النظر اللي موجوده بين اللاعبين والمدرب والجهاز الاداري تكونون قريبه مع بعض. هذا اللي يعني ما قدرت انجح فيه. اوكي و يعني هذا اللي افكر فيه انا اشوفه او ما قدرت انجح فيه. بس شيء ضايقني خلاني مثلا متضايق؟ لا ما في شيء يعني اثر فيني خلاني متضايق. انا ما في شيء صدقيني. الشيء اللي قلته صعب تنجح فيه عمار لان هاي واجب المدرب او مسؤوليه المدرب انه هو يقرب اللاعبين يعني هو يقرب حق اللاعبين ويخلي اللاعبين يقربون له. لو اعطوني فرصه اكثر بجرب لهم اكثر وبخليهم يجربون لي اكثر. ما بغير 100% بس بجرب لهم. يعني هو قناعه السالفه الموضوع. شوفي عبد الرحمن غالي ورؤوف وكم بس انا ما اشتكوا عندي. يعني ما حد ياني وقال لي رؤوف يحتاج تغيير. لان كانوا يعرفون مدى علاقتي مع رؤوف. وانا بروح ادافع عن رؤوف. بس انا عرفت من برا اوكي وقعدت اللاعبين بعض اللاعبين مع رؤوف. قعدت لاعبين من اللي ذكرتينهم مع رؤوف. منفردين مجتمعين في مكان انا معاهم يعني لاعب مع رؤوف وانا زين وقلت له فرغ اللي عندك قول اللي عندك رؤوف بيسمعك وتكلم. شنو قال؟ واحد قال انا ما عندي شيء وانا ضد انه يقولون بنشيل رؤوف وضد انه يقولون رؤوف مو زين. واحد قال اتكلم عن الديفنس. الاول احسه عبد الرحمن غالي. اي تبين تعرفين اسامي؟ صح تخميني؟ كمبس لا مو تقدير اسمه صح كمبس وهي حسين شاكر. اوكي حسين شاكر قال عن ال الديفنس وكمبس ما قال قال لا انا ضد ان اشيل رؤوف. من اختار هاي الثلاثه انه يجون الفريق؟ هو ما صار خيار من البدايه. هو كان لان عمار هي متاخر باقي تقريبا شيء فما كان في السوق الا دنيا انجبرنا. يعني مو قصدي انهم سيئين. أنا كانت خياراتي ترى مودلين. خياراتي غير على السيستم بس ما قدرنا وهذه خلصوا يعني وقعوا عقودهم وكل شيء. فكنا مجبورين. يعني ما مشي لهم في السوق كانوا. فهم كانوا خيارك أنت اخترت يعني؟ أنا البداية اخترت لاعبين غير. إيه بس اللاعبين اللي اخترتهم موقعين. من كانوا؟ عندهم عقود ما يصير أتكلم الحين. ليش عاد خل الحين؟ هاي شنو ذي القصه عندهم عقود ما يصير نتكلم عنها؟ ادبيا يعني ادبيا لا هاي ما على ذيك الفتره انا كنت يعني كلمتهم عن علي جعفر معلم حارك وكلمتهم بعد حتى عن يونس كويت زين ذين الاثنين يمكن الثالث مو متذكر يعني بس هاي اساس الاثنين اي الاثنين كانوا مهمين بالنسبه لي. علي جعفر وهادي كان ويانا انا احس يعني اللي بيسمعونك بيستغربون لان ليش؟ يعني بيستغربون استغراب بقول لك ليش ما بعد استغراب هذا لين ينجحون سيستم مالي. انا ما قاعد اقول لك دلين افضل من دلين لا لا دلين ينجحون سيستم مالي طريقتي ما بتعب وياهم. علي جعفر وهادي كان ويانا من قبل وكل شيء فاهم. يونس يبي له جسم شوي بس انك انا ما كنت عارف انك كمبسته وحسين شاكر في السوق. اوكي بعدين يوم دلين ما صار مفكر ترى ما في دلين في السوق. كان حتى نيروز بعد موجود كان في السوق بس قالوا شلون نجيبهم؟ قلت لهم تقدرون تجيبونهم يجيبوهم والله خلال يومين يابوهم عافيه عليهم الصراحه صدق.
يعني متذكر الحين حتى انا مستغرب. عافية على عمار. ايه صحوحة. ايه. انا اقول لك شيء بعد. ايه. بيني وبينك هنقال وين بيني وبينك؟ احنا قاعدين على الطاولة اللي هو عمار يعني مكتب تنفيذي. ايه. من اللاعبين الموجودين في انا قلت كمبس حسين شاكر دلين ما ادري شنو كذي. اللي يقول لي دلين يعني تبيهم؟ قلت في خاطر حن وين كمبسي النجمة وحسين شاكر؟ قلت له تقدر تجيبهم يجيبهم. قال اوكي. يومين ها؟ اللي يقول لي خلصت الموضوع. قلت له تعال من صدقك انت؟ قال لي ايه. والصدق والله. عمار لديكم لا خوف عليكم. ايه بس ما يخلونه. بنيله زعلت من اللاعبين؟ اي لاعبين؟ اللي كان عندهم هاي الراي عنك وتحديدا هذولين الثلاثه. احنا قعدنا يا رؤوف اسمع كلام اللاعبين. ممكن تسمع قال اسمع كلامهم بس برا مو داخل الملعب. يعني مو وقت اللعب يطبق هذا كان وجهه نظر رؤوف يعني. يعني لا تكلمني وقت اللعب انا ما احب الكلام. تعال برا قول لي اللي بتقول انا بسمع كلامك وهذا صار هذا تطبق يعني. لا من حقهم. هم متعود على طريقة معينة، هو نجم متعود على طريقة معينة، هو في تاريخه بالنسبة إليه هوف مندي اللي يغير طريقة لعبي على أساس إنه هوف مندي. هو لا وجهة نظرة ولا وجهة نظرة ولا مو زعلان بالعكس. إذا عندك فرصة الحين تقول حق نادي النجمة شيء ايش بتقول؟ حق نادي النجمة شيء ايش بتقول؟ نادي النجمة مو أشخاص بالنسبة لي كيان. بالنسبة لي يعني شيء داخل فيلينج مشاعر فاشخاص يتغيرون بالنسبه لنادي النجمه يتم يتم نادي النجمه. واللي مرفعوا لك السماعه الحين شو تقول لهم؟ وجهات نظرهم يبون يبعدوني ما يبون يبعدوني وهو يتحمل بالشيء. لا بس يعني بالنسبه لي ايه ويعني كلامي محسوب علي عيب لما انت توعد شخص ان انت بتقول له ولا بتتصل له تقول له. إذا أنت ما تبي هاي الشخص تقول له مشكور وما قصرت بس إن أنت تقول حق شخص أنا إحنا بنتصل فيك وبعدين كأنه ما قلت شيء قايل الحكي عيب. قلتيها. شو أقول لك ترى بعد؟ بس في النهاية ما يهمني أحد من الأشخاص أنا يهمني نادي النجمة أكثر. أول ما طلعت طبعا عمار رفض انه هو يتم موجود في النجمه. اقول مسج قبل لا رؤوف يقدم استقالته انا استقلت. انا استقلت فيربالي ما اعرف انه لازم اقدم رساله يعني صراحه يعني اوكي فقلت لهم انا بس انا مشغول صراحه بعد فعلا الرئيس التنفيذي اللي اشتغلنا في الشركه قدم استقالته وانا رجعت وانشغلت فعلا يعني اوكي هذا سبب رئيسي اللي خلاني اقدم استقالتي. لا السبب الرئيسي هو المسج. هو المسج تعبني اوكي يعني مو كان حلو المسج رغم انه هو دفاعا عن رؤوف. لا عمار توفى والده الله يرحمه ان شاء الله وصار نفسيا مو شغف صار فشوي ابتعد ما قدر يعني تعرفين واحد لما يتوفى ابوه شوي ورثه. لا عمار طلع من نادي النجمه لأن رؤوف مو في النجمة. لا مو بهالو. بلى. عمار قايل لك يعني؟ مو هو هلو. أنا ما أدري عندي شنو الموضوع. ليش مو بهالون؟ هاي يعني الحكي كل البحرين تعرفه. هو ما قال لي. عمار وين ما بيروح كان بيشرط إنه رؤوف يكون موجود معاه خصوصاً عقب اللي صار معاك في النجمة. وأصلاً النجمة ما فكروا إنه إذا أنت طلعت ممكن يخسرون عمار هاي شلون راحت عليهم؟ ولا يعني كانوا لهالدرجة إن هما يعني خلاص ما يبون رؤوف فكانوا مستغنيين عن عمار. اوكي بس القرار مو حلو انه خلاص مو حلو فانا اليوم شنو اللي مو حلو في عمار؟ شنو الشيء اللي كنت قاعد تشوفه في رؤوف او في عمل رؤوف والكل ما كان قاعد يشوفه؟ لا اللي مو حلو مو عمل رؤوف انا ما اتكلم انا ما شخصا رؤوف هو اللي لازم ادافع عنه عن الكون. انا قاعد ابني فريق مثل البيت يبني المهندس اللي ده حط له اعمده مو زينه بيطيح البيت صح فاحنا قاعد اهندس علشان ابني اعمده صح. هو عمار ما كان يقدر ينام من المشاكل والتليفونات اللي تصير
يعني شيء مو طبيعي ان لا احنا متعودين على نظام، واحد متعود على نظام معين مو متعود ان لاعب يتصل حق عضو مجلس اداره ولاعب ثاني يتصل حق مودرمان ومودرمان وكذي، يعني خربطه السالفه فوق تحت وعارف الموضوع. هاي كان شعورك الداخلي وانت في النجمه؟ النجمه لا، النجمه صار شنو؟ صار ان في كذا عضو مجلس اداره يطلبون التغيير، انه هو في يبتعد انه يكون هاي، وفي النهايه يعني حاولوا يوصلون ذا الشيء ما صار. وصلنا شنو؟ وصلنا السالفه قالوا لهم خلينا نهايه الموسم نشوف. وفي كلام ذا الحكي ومو ما بيش في كلام من اعضاء مجلس اداره. رئيس الجهاز؟ رئيس الجهاز الدكتوره سعاد هي كانت المحرك الاساسي لكل شيء صار. شلون تقصدين هي الاداره تقصدين اللي احنا نقصدها بالاداره؟ لا مو هي بروحها، والله ممكن مو هي، ما اعرف يعني، بس انا توصلني المسجات ان هاي المعلومه انت، انا متاكده ان انت تعرفها عمار. يعني انا ابحث عن من في نادي النجمه اللي عنده هاي النظره انه بيختار بيغير، من المسؤول عن هاي الاشياء؟ لا لا. من كان المحرك الاساسي؟ لا ما اعرف. المكتب التنفيذي والمكتب التنفيذي اخر شيء، المكتب التنفيذي شخص واحد في كل مكان، هاي شخص واحد في كل مكان. فهد الملا، فهد احد المكتب التنفيذي كان الامين المالي، مو هو الشخص. فهد كان فعال يعني، بعد فعال في ذي الحدث. فهد ترى صديقي يتصل فيني نتهاوش يا بعض ويقول لي، يعني فهد يقول لي يعني احسن من غيرها، يعني يجيني فهد يقول لي ترى اوف انت اللي سويت غلط، سويت كذي سويت كذي، وتناقش وياه ونقول ونسوي وكذي، هو يقتنع وانا اقتنع. وفهد مو بس من الحين، فهد من زمان يتابع السله ويدري. بس هو مو العنصر الرئيسي الفعال في اللي صار؟ فهد الملا نشيط جدا ويبي للنجمه. اذا سؤالش محرك الاساسي عشان شيلان رؤوف، وهو ما يعتبرها كذي، هو يعتبرها انه هو يعني في شيء ايجابي حق النجمه يبي يسوي. ممكن محرك لدرجه معينه، بس يعني مو هو يعني نافذ، هو العنصر الرئيسي. لا 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 مو نافذ. من لا. العنصر الرئيسي؟ هما كل واحد يشيل الثاني في شيء. قبل المحرك. المحرك انا ما اللي انبثقت القصه منه. لا هما اتفقوا على شيء، انقلبنا مبارتين خلاص في شيء خلل. شنو الخلل؟ كل واحد طبعا يعطي، خوف ما يقدر على الفريق، خوف ضعيف من الفريق. يعني هم من كان في المكتب التنفيذي وقتها فهد؟ ما انا ما اعرف من الفاعل الرئيسي لهذا الحدث. انا يعني لو بتقول لي من، انا في بالي يمكن ثلاثه اشخاص. من؟ ما اقدر اقول اساميهم، يعني لو بتاكد بقول. امس رؤوف يقول اربعه، اليوم انت ثلاثه. عبد الله داوود، امين السر اللي هو حمد السبيعي، امين المالي فهد الملا، رائد بابا وفهد بشعر، وبعد في واحد رائد بابا بعد كان من الناس اللي اتفقوا. الا شنو؟ رائد بابا كان من الناس اللي يعني اتفقوا على هاي الموضوع انه يحتاجون مدرب ثاني؟ لا ما اعتقد. اوكي. رائد مركز ويا القدم اكثر. لا موجود، لا ما اعتقد. رائد كان من الاشخاص اللي يدعمني من قبل، حتى وهو باها الاداره كان يدعمني شخصيا، يعني هو لما شخصيا يعني الفريق كان وايد يعني يساعدني في اشياء في امور وايد. انا ما ابي اظلم ناس زين، بس انا احتاج اعرف الناس، فما ابي اقول اعمم، فانا بحط في القائمه فهد اول واحد زين، بضيف عليهم من الاسماء اللي قلتهم. المكتب التنفيذي عبد الله داوود كان، عبد الله داوود وحمد. انا ما بقول لك من ومو من، انا بعطيك المكتب التنفيذي. ما ابي المكتب التنفيذي، قلت لك كذي بنظلمهم كلهم، الا اذا انت تبي نظلمهم كلهم. المشكله شو صغير؟ يعني نقول دي الشخص مو وياهم، بعد فتره تكتشفين انه لا هو وياهم، هاي المشكله. زين الاساسيين؟ لا حول الله، الحين الموضوع راح خلاص. اي راح، بس ابي اعرف لانه انا عندي لقاءات وياهم. انا الصراحه كان ودي اسمع من فهد، بس اعتذر لانه مو هو الشخص المباشر حزتها في اللعبه، وحاليا هو مو معاهم. بس الشيء المهم اللي ودي اعرفه هو متى صار القرار ان انتم بتروحون للاتحاد؟ في نفس السنه عمار ما راح للاتحاد وياي.
العام اي لا بس يعني كان موجود خلف الكواليس سبونسر اي مو نفس الشيء لا مو نفس الشيء نفس الشيء لا نفس الشيء ليش ليش مو نفس الشيء ما كان عنده منصب انه يقدر ياخذ قهار يعني ما كان يقول مثلا ما يجتمع فينا يحدد ما يقول لي اوكي بس يعني انتوا رحتوا اثنين تها بقول لك هو راح كسبونسر اذا عمار ما عنده منصب اه يحلي انا يبي عمار يلعوزني يبي تقارير يبي ما ادري شنو يبي في اشياء في في في, في شيء انا يعني في اشياء اول ما اسوي في حياتي يبي تقرير قبل المباراه وتقرير وش قد نسبه صوت وتقرير لازم لا this is a professional work اوكي صح انا مو ضده هاي عمل احترافي انا مو ضد ما تسوي هاللون لازم تسوي هاللون يبي اوفر تقرير قبل المباراه تقرير وش صار بالمباراه خليني اعصب ترى لازم تسوين هاللون ما يصير كذي عادي يعني مو لهالدرجه احنا قاعدين نلعب خلاص اوكي عقب اعطيه تقرير بشكل عام مو بتفصيل هالكثر يعني انزين اريح لي لانه هو يكون ما حد وايد اريح لي عشان الشغل يصير اسهل وايد اسهل ما في لا ما في يعني وبعدين الضغط الضغط يخف ايه لانه انا دائما اشوف وجهي انضغط انا اذا هو مثلا بس سبونسر اوكي فاحنا بعد على موضوعك عمار ما كان وياي قلت له اوكي تروح الاتحاد انا بدعمكم اوكي انا وياك قعدنا مع سيد انور وريان وانا وسيد انور رؤوف وريان فقالوا لي تعال كون في الجهاز قلت لهم ما اقدر مشغول اوكي ريان عرض علي ان انا اكون في الجهاز قلت له لا ما اقدر وكان سيد انور يقول له ريان اي شيء تقول انا وياك المهم انا يعني دعمتهم باللي اقدر عليه زين حق المحترفين وهم من عندهم بعد ومن عندي انا حق المحترفين اللي ياباهم ايرلي والثاني وتوفقوا هما اللي فهمت انه صار يا ايرلي والمحترف الثاني في كاس خليفه ما قدروا يلعبون صح زين وخسروا من الاهلي وبعدين دخل ايرلي ويا هذا والحمد لله وصلوا رباعي وهذا كان تاريخ لنادي الاتحاد اول مره يوصلون الرباعي فهذا شيء زين يعني استانس منه هذا اللي صار هل ناتج الفريق الموسم اللي طاف كان فوضى او كان ناتج ايجابي بالنسبه لي ايجابي ايجابي أيه. مو بالنسبه ليش بالنسبه للارجنتين ولا الكل ولا الراي وحق حق المتابعين وحق المتابعين وحق الناتج الفعلي صح احنا اليوم اسسنا الفريق بكاركتر معين بريان الخطط انزين وكان عندي اجتماع مع ريان قبل الموسم وكان رؤوف في الاجتماع قبل تعاقده مع نادي النجمه واقدر احدد ليش مكان وقت الاجتماع وما يثبت حتى ذلك اي شنو حدد لي بحدد ليش بضطر ليش صوره فيها تاريخ بالضبط وين احنا مجتمعين وشنو كان الاجتماع على اساس ريان وريان مسك الفريق وبعد ما مسك الفريق ريان صارت ظروف صحيه ظروف الصحيه يعني ما قدر يواصل فيها فخلينا حسين بس انتوا ريان قبل لا تروحون حق خطه حسين ريان كنتوا تبونه يستمر مع الفريق ايه الموسم كامل واللي بعده خلنا نمشي بالترتيب ريان اعتذر بسبب عنده مشكلة صحية وهاي شيء أكيد إيه كان عنده مشكلة وسافر إيه لأن أنا الصراحة صرت ما أصدق لأن كل واحد يقول شيء وعقب تطلع لا لا لا, لا, لا في مشكلة كان شوي شيء عقب بس لا يمكن ريان ما يبي يقول صحية يمكن يخاف شوي من ناحية الصحة لا بس هاي أكيد يعني لا ما بفتري على فقط اعتذر بسبب اتفقنا إن أنا جاي من مدرسة أقول الحقيقة وما أكذب صدقنا يا حسين يا حسين في فترة تعاقدنا خبرت الجماعة أن أنا أبي مدرب فترات شهر فقط ليش اخترت شهر فقط؟ حسين غلطت أنه وقع شهر يالاتحاد زين طبعاً أنت قلتي لي أن رفيجك حسين ما يخفى هذا الشيء أنا قايل له ترى لا توقع شهر زين قال لي لا بوقع والأمور بتصير طيبة قلت له ذا الحكي زين وقع شهر هو لأن في الأخير يعني حسين نبيل عنده ايجنت فأنا ما أخذ القرار بروحي أنا أرجع حق الايجنت مالي
حكم ان الشخص اللي تواصل وياي ما تواصل مع الايجنت دايركت، ف ما حبيت اخلي الايجنت في النص بيننا، فالتواصل يعني على اساس ان التواصل يكون سهل، بس كنت ارجع له في كل الامور تفاصيل العقد، فتناقشنا وطالعنا الموضوع من كل الزوايا. فقال لي حسين هذه فرصة نجاح كبيرة لك، صحيح ما في ضمانات ان انت ممكن تستمر وممكن يعفونك، لكن الواحد لازم يكون ايجابي وياخذ الفرصة اللي الموجودة، وانا امتلك الجرأة وعندي الشجاعة، وقبلت في المهمة في هالتوقيت. خلص عقده خلاص، اصبح ما في عقد ما بينه وما بين النادي، صح؟ يعني ما في اي مشكله لا قانونيه ولا هاي، انت موافق على الشهر انتهى مهمتك، بس هو عنده هوحه انه هو انظلم. هو انا كلمتش عنده هوحه صار، لان عندي بلان، عندي خطه انه يجي جهاز فني ثاني. كنت في وقتها تعرف انه بتستقطبون او بي رؤوف او بي عمار، فكنتوا يعني تبون بس تنتظرون في هاي الشهر على ما هم يجون. هو ما كنا 100% ان احنا بيكون مثلا رؤوف، لان كان رؤوف بعد مرتبط رسميا بعقد، بس كان ماخذين على البيسك الاولي ان احنا كنا خطتنا نبي رؤوف. يعني كان الخطه من الاساس للموسم الاضاف من البدايه رؤوف، من البدايه رؤوف. يعني فتت انه انا في النجمه في مشاكل، سيد انور كان يتصل فيني هدهم وتعال، ما يسوون تعال هلون، يعني مو يعني قصده انه يقول لي اذا انت مو مرتاح تعال عندي تعال، لانه هذا هيون كذي كان يضغط 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 بشكل مو طبيعي، وهدهم هيون تدين اسبوعين يتفاوضون وياي وانا ما اروح، لانك كنت انطر الاتصال ولا احب يزعل سيد انور. فبعد الشهر كان واضح ان احنا يعني بعد الشهر من قرر بتشوف اذا احنا منجدد وما منجدد، ف ما جددنا، لان انتم من الاساس كان هاي اللي في مخنا، كان في مخنا اسست لنا شهرين بشهر. اوكي، يعني انا ما اشوف صراحه مشكله في هاي الموضوع، واعتقد ان حسين وايد ضخم الموضوع. حسين يعني شنو حسين؟ إذا أنا تحكى شوي. تحكى شوي. لا مو شوي، وايد. تحكى وايد. حسين يعني شوفي أساس التعاقد في شيء قانوني وفي شيء أدبي. كان المسمى العام شهر، شلون تتعاقد يا مدرب شهر؟ بس هو وافق. بس أنا يعني متفق، فإذا اثنين متفقين انتهى الموضوع، يعني ما يحتاج أصلاً. هل قلتوا له قبل الشهر إنه مو بنشوف؟ أعطيتوه أمل في المواصلة، لذلك هو كانت ردة فعلة كذي. فاللي زعلني إنه كان بالإمكان إنه ما يكون التعامل بهالطريقة، يعني أنت حتى مثلاً لو كنت عندك بلان ثاني إنك تقعد ويا المدرب وتقول له شكراً على اللي قدمته، أوكي أنت مو رجل المرحلة القادمة، إحنا عندنا توجه ثاني وعندنا أسبابنا، وأنا كمدرب لازم أحترم هاي الكلام. هاي الكلام ما صار؟ لا هاي الكلام صار، بس التفاصيل كانت مو بالطريقة اللي أنا قاعد أتكلم. بداية توقيع العقد هو دليل واضح إنه شهر. إحنا عقب شهر ارتئينا أو فكرنا أو قلنا يمكن يصير لك فرصة أو يمكن ما يصير لك فرصة، هذا مو شرط أو مو شغلة. ما أتذكر يعني إن أنا، بس أنا أتذكر إن أنا الفترة اللي أنا بغيتها شهر. يعني كان شهر، كان الفريق لياقيا ممتاز، الفريق فنيا ممتاز، يعني في شهر ما تقدر بعد تبني على مدرب يقدر يغير او يقدر يسوي غير انه تكتيك معين. هو كان في مخه انه هو يعني في هاي الشهر انجز، ما انجز في بعض النتائج زينه، بعض النتائج في زينه. أنا ما عندي مشكلة في إنه هو وقع شهر وإنهم قالوا له خلاص ما نبيك، في النهاية قرار يعني إدارة ويبون مثلاً مدرب ثاني أيا كان. أنا مشكلتي في اللي صار بينكم. بين من؟ بينك وبين حسين. أنا فيس تو فيس ما صار بيني وبينه شيء. أنا شخصياً ما عندي مشكلة يا حسين، وهو عنده مشكلة وياي.
يعني ارجع واقول انا مو مختلف على الشخص، انا مختلف على الفكره، لان لو انا كنت مكان رؤوف ما قبلت في المهمه. زين بس هو كلم قال لك تعال مساعد عندي في الاتحاد في هالفتره. اللي فهمته انا بعد ان رؤوف قال ام بحسين نبيل مساعد مدرب بنفس الباكج ماله. صح. زين المفروض يوافق، انا وجهه نظري. انا بعد اتفق معه. اي اوكي. بس هو حر يوافق ما يوافق، بس انا وصلت له مسج قلت له ترك، يعني انا اسف يعني اقول ذا الكلام، قلت له بعيد عن هذا الشيء، خليك مساعد لي رؤوف، هو تيم واحد. موافق. يعني انا ممكن ما كان على تواصل يعني وياه، عندي موبايله، بس اعتقد السيد اللي كلمه انا يعني السيد، وحاولنا ما ادري من بعد من صوب رؤوف كلمه، ما وافق. هو زعل من رؤوف لان رؤوف ما عطاه يعني اشعار، وهو صديق رؤوف ما قال له ان هاي اللي بيصير، هو كان يكلمه طول الوقت، وهو كان يتواصل وياي ويقط لي بعض النغزات بطريقه ان انت يا كابتن ما بتواصل مهم، فيقول لي حسين ترى بيصير تغيير. انا قلت حق رئيس النادي لا تفاجئون حسين، خبروه. يعني هو كان يعرف انه هو اللي بيكون المدرب. شفت شلون؟ انا هاي اللي ابى اوصله لك. حسين نبيل اليوم ما يقبل ان في نادي يتفاوض معاه وفي مدرب على راس عمله. انا انسان راعي مبدا. اذا في مدربين ما يتعاملون بهاي الطريقه شيء راجع لهم. انا جنتلمان، بروفيشنال كوتش، بروفيشنال كوتش. زين اقول لك الحين هاي اللي قال لك السالفه ما كملها. من قال لك انا ما قلت لحسين؟ ايه كنت تقول له بيشيلونك ما قلت له انت اللي بتروح. من قال لك ما قلت له انا بروح؟ شنو متى قلت له؟ انا قلت له انت ابيك اول شيء البدايه خب طبعا لحظه برجع لك بعد. قلت له قبل لا هم يقولون له؟ ايه بيومين ثلاثه مو بانا ريان قال له. لا قال ما ابي ريان، انت قلت له؟ انا قايل له اي 100%. شنو اتصلت فيش قلت له؟ قلت له ترى بقول لك، انا ما بقول لك بالضبط الكلمه، قلت له انت عقدك بيخلص صح؟ انت ما بتكون في الجهاز. عاشوني وانا قلت لهم اول شهر انت تكون ويانا في الجهاز. هو ما تقبل الموضوع. اكثر من مرتين، مو مرتين. بس هو رفض. قال انا غالب المنامه ما اصير استيكوش. اعرف هاي المعلومه بس اظن انه هو كان زعلان لان الفتره اللي كنتوا قاعدين تتكلمون فيها مع رؤوف هو يعني رؤوف ما تكلم معاه، بس كان يقول لنا بيشيلونك او خلاص ما يدخل كلش يعني إلى انا ما ادري مؤمن بشغله. تفاجئ ان رؤوف اللي هو صديقه هو اللي بيجي في الاتحاد. ما ترى يعني خلينا نكون واقعيين شوي، احنا مؤمن اللاعب اللي عنده عقد اذا يمضي 60% من عقده يحق له التفاوض. احنا اليوم متى تفاوضنا رؤوف كقانون ان نتكلم؟ متى بديتوا تتكلمون مع رؤوف؟ عقب ما احنا علنا يعني فتره قبل لا عندنا فكره نجيب مدرب قبل لا نعين حسين. وهي نقطه على الصفر. أنا ما أعرف شنو وجهة نظرهم في عفو حسين نبيل من الأساس، لأن أنا لما قعدت مع رئيس النادي، رئيس النادي حسيته مو عارف شلون يفتح وياي الموضوع، فيابولي شاي يطلع منه دخان، قال لي كابتن اشرب، قلت له خلي أبرد شوي. ما ادري يعني عن التفاصيل ذي تهمني، فعلى طول قال لي كابتن انا حليت الجهاز الفني كله وعينت رؤوف وريان مدربين حق الفريق. قلت له زين بس خلنا اقوم امشي عيل. بتتوقع الاتحاد ليش ما خلوه يستمر؟ وايد سمعت وايد اسباب يعني. شنو؟ اسلوبه يا اللاعبين ما 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 بتكلم في الموضوع يعني وايد، بس اسلوبه في اللاعبين
هاي اكثر شيء. أوكي. يعني يقول لك ما كان اسلوبه زين اللاعبين كان واي يعني ما بتكلم انا فهالامور بس سمعت يمكن غلط يمكن لا اقوله غلط. اوكي انا ما شفت انا سمعت. انت قلت لي انت تبي رؤوف قبل ريان. قبل ريان وعدنا الفكره ان نجيب مدرب قبل لا نعين حسين. يعني حسين ما كان في الاساس فكرتنا الى الاستمرار الى نهايه الموسم. بس عمار هو اللي قال لكم انه لازم رؤوف يكون معه. في امور خلنا نكون واضحين فيها. احنا بحرينيين ونعرف الواقع. اليوم معظم الانديه عندها مشاكل ماليه. يعني اليوم الدوري البحريني يلعب باثنين اجانب. اليوم انا عشان اجيب يعني لعيبه اجانب كويسين لازم يكون عندي بادجت زين. الطريقه اللي تم اعفاء حسين نبيل فيها كان انه راح يكون في دعم خارجي. في دعم خارجي جاي. لا عيل لا 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 ما في هالكلام ابدا. شلون صار دخول عمار على نادي الاتحاد؟ دخول على عمار على نادي الاتحاد هي شيء ثاني كعود. يعني في احنا الاتحاد بحيث اننا داعم فقط. اوكي خلصت الموسم زين داعم فقط زين. طلب مني اصير رئيس جهاز. اوكي قلت لهم ما اقدر ما عندي وقت. سيد انور طلب منك؟ سيد انور الرؤوف. اوكي سيد انور الرؤوف. اوكي قلت لهم ما عندي وقت. قالوا حتى ما تحتاج وقت وايد ويانا كل شيء مرتب. فعلا سيد انور هو مرتب اداريا يعني هو ميداني. يعني انا اشوف سيد انور وايد في النادي. فقلت لهم ان شاء الله انا ما عندي اي مشكله بس يعني بقصر ياكم ميدانيا. ومع الاسف قصرت في هاي الموسم. تقصد حسيته طلب عمل ولا طلب ولا يعني عرض وجاهه؟ حسيت عرض وجاهه. اوكي ما حسيت طلب عمل. اوكي انا بالاخير هاي الواقع اليوم الاتحاد باللي قاعد يصير. احنا قاعدين نشوف الاتحاد كفريق ممكن فنرجع ونقول الاسباب لازم تكتمل. انت علشان تنجح دعم الاداره كمعنوي ومادي لاعبين ومدرب. ريان ايش في؟ ليش شلون صار؟ ليش طلع؟ ريان متى في حياته داخل فريق سنه؟ متى؟ ما شخص ما يعني شخص شو اقول لك؟ سنة يبي يدرب، سنة يبي يصير مساعد، سنة يبي يصير اداري، سنة هو كذي هو هاللون. سنة يبي يصير محلل. ريان طلع. رحت له انا المكتب ماله في السيف ويا جوال. قلت له شو اللي يسوي؟ انا عمار مشغول لا تعتمد علي، انا وياكم بس لا تعتمد علي. نجيب مساعد مدرب ثاني؟ قال اي يجيب مساعد مدرب ثاني. سعيد ليش طلع وقال العكس هاي الكلام؟ ما سالته يعني صراحه. يعني لازم اساله عشان ليش يقول لك كلام ويقول في الاعلام كلام اخر ويقول عند احد ثاني كلام ثاني؟ احس هاي التصرف غير صحيح. صراحه ما عجبني الوضع. ايش تبيني اقول يعني؟ انه ما عجبه الوضع بس يعني؟ ها؟ انه بس ما عجبه قال؟ ليش ما يعجبه الوضع؟ سيستم الاتحاد ايش فيه؟ ما اعرف يمكن هو بعد يبي تقارير نفس عمار. لا 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 هو مو هاللون. هو يبي دائما يقطن في وجه المدفع. هو يبي يقعد باك ستيج. بالضبط. يجي يتمشى يروح ما يمكن يسوي تمارين ما ادري شنو وبس قطع في وجهي. عقب هو تصرف وتالي كله انا غلط. ما في محترف ما قال انه من صوبه يعني ما اخذنا هويه. كله تالي هو عوف. كله هو فتالي ما يبي يتحمل مسؤولية شيء. لا لا ما يتحمل. لو يتحمل لا لا. وثانيا هو طلع من الفريق. تبيني اقول الفريق الامور كلها طيبة مو انا طلعت؟ اكيد بقول لك الامور اعتفست. اكيد بقول لك مو عاجبني طريقة عمار ويا سيد انور ودلين وطلعت. يعني انا اللي سمعته غير صحيح من اللي قال غير صحيح اللي قال.
يعني سمعت انه قال ان انا ما اصلح رئيس جهاز. اي انا انا اعترف انه ما اصلح رئيس جهاز، بس ان انا هو طلع لسبب ان الفوضى ما قال لي ذا الكلام. انا رئيس جهاز المفروض يقول لي ذا الكلام. بس سمعت انه قال هاي الكلام، فهو قال قدامك كلام وقال قال لي انا ما عدم تفرغ، انا شغلي ما اقدر. اي فهو قال لك كلام وقال في مكان اخر كلام اخر. اي انا هذا الشيء انا ما سالته ومستغرب منه صراحه. يعني المفروض ما يقول ذا الكلام، او على الاقل لو هو مو عاجب منه الوضع يكلمني انا. يعني يقول في وجهك. يقول لي انا رحت ليه؟ قلت ليش عندك؟ إيه؟ احنا بعد اصدقاء ترى انا ويا ريان، يعني اصدقاء اصدقاء. انا هاي النوع من الصداقات ما افهمها. يعني هو السله شوي صعبه. اي يعني صعبه تفهمينها. ما 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 افهمها صراحه. يعني نفس يعني هو في نهايه المطاف المفروض يكون صديق رؤوف. هو اللي ودوه الاتحاد. إيه؟ سابه رئيستها. فيعني شنو صار كذي فجاه؟ قلت له لا هو مودي، هو ما يحب انت الحين. انت الحين اعلاميه لا؟ اوكي وصف لي اياها بكلمه واحده. ما تعرفين محلل، معلق، ناقد، مصور، شنو هو؟ ما تعرفي. هو يبي هاللون، يوم مدرب، يوم مساعد، يوم اداري، يوم حكم. اللي صار في الاتحاد شبه سيناريو مكرر لما حدث في النجمه. شلون؟ رؤوف باختصار ما في توافق ما بيني وما بين إدارة الاتحاد. ليش اخترتوا ان رؤوف يطلع؟ بتقول لي هو اختار؟ بقول لك ايه هو اختار. بتقول لي هو قدم استقالته؟ بقول لك ايه هو قدم استقالته. ولكن هاي الاستقالة جت من عقب تراكمات واسباب و و و و ف اليوم انا كوني مثلا ابي اعرف رؤوف اي نوع من المدربين، ابي اشوف شنو اللي صار في النجمه واستدعى انه هو يعني يقدم استقالته وتقديمه حق استقالته من النجمه بسبب المضايقات اللي صارت واللاعبين اللي كانوا رافضين حق اسلوب تدريب رؤوف. وخلاص يعني ما يصير رؤوف يستمر في منظومه النجمه، ف شاف ان الاقاله بتي قدم استقالته. حلوين؟ تبين تعرفين شلون قلت له رؤوف قدم استقالته، ولا تبين تقولين ان هي نفس النجمه شنو السؤال؟ انا اشوف اللي شفته او اللي عرفته انه هو تقريبا سيناريو مكرر مع رؤوف. يمكن ما ادري. ردينا على يمكن سيناريو مكرر. لا انا يعني شوفي تبين اقول سيناريو مكرر، بس ام بفهم ليش مكرر؟ ليش مكرر؟ لان نفس الشيء اللاعبين قالوا نفس الحكي اللي قالوه اللاعبين اللي هناك. ما في سيستم لعب، بس ركضوا، ما نقدر بهاي الطريقه. في النهايه حاولنا ما قدرنا نتوصل لحل وسط غير ان نبتعد عن بعض بهدوء مع السلامه، افضل من تصير تعصبات اكثر. بالعكس انا يعني من ضمن الاشياء ليش استقلت؟ حفاظا على عمار. استقلت ما ابي افشل عمار في شغله، انا ابي عمار ينجح، لان انا عرفت لو انا بواصل بفشل. عرفت ان انا ما بقدر اوصل حق حل، يا ان انا تنازلت وايد في امور في هذا الاتحاد، عن امور وايد ما تخيلينها، لو مهما اقول لك ما بتعرفينها بالضبط او ما بتحسين المدى، على اساس كله على اساس ان انا انجح العمل. وصلت لمرحله خلاص ما اقدر. اوكي الحين في الاتحاد، في وين كانت الحلقه الاضعف في التراينجل اللي انا رسمته؟ المدرب. النتائج تتكلم، انا ما اقول المدرب، النتائج هي اللي تتكلم. دائما في اي فشل او خلينا نقول في عدم نجاح، دائما الشماعة المدرب، المدرب هو الضحية. أنا ما أعرف التفاصيل اللي موجودة في نادي الاتحاد، بس اللي أسمعه حالي من حالك يعني إن الاتهامات كلها موجهة للمدرب. الاتهامات كلها موجهة للمدرب. حاول تشرح لي إياها. يعني على كهامتي مثلا، يعني على سبيل المثال وين راح إيه زين؟ يعني في امور انا ما اقبلها،
يتصرف على كيفه، يسوي امور، انا قاعد يرفع صوته عليك، انا قاعد يرفع صوته عليك. If you shout me, I'm going to shout you back. If you don't want me to get shout back, don't shout me. No. Speak to me respectfully. You did not start any shouts? No. No. When early. I get shouted be at, be honest. I'm being honest with you. I don't need to shout out Raouf. If I'm telling Raouf anything, there's a passion to me right now, right? Because I'm a passionate person. I might have gotten loud and it might have felt like I was shouting you, but I'm not trying to scream at you. That's more so the passion of my voice, not me trying to scream at you. Those are two different things. Do you get what I'm saying by that? هو بس صوته، هو صوته هاللون، وايد امور يسويها. انا اتغاضى عن امور وايد كلها على اساس انه ما بخرب الشغل. يتدخل من يبي يدخل ومن يطلع كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. كأنه هو المدرب. مو بس المدرب، هاي سنودي. And that's not your job. You're a player. At the end of the day, you're a player. No, when I came here, you're not the captain of the team. They didn't tell me that. That's what I'm saying. What you have been told based off of what I was told to get here is Raouf told me, if you need something, please don't say it in front of everyone. Just tell me. That's what they said. So when I had a meeting with Raouf and coach before the season and Amar. They told me, you're not just a player. We want you to be here speaking to us. So please, you know who begged me to do this interview? Amar. He said بعد أهل الاتحاد يطلبون منه إنه هو يقول لهم وهو اللي يسوي مهام غير المهام اللي هو يسويها. واللي نسوى شيء ثاني يزعلون. ندري عنه بمشاكل. بس نحاول خففناه يعني. يعني أنا وايد استانس إنه يلعب 40 دقيقة، هاي إنجاز. قبل كله تو تكنيكال فاول ويطلع. بس تعرفين؟ تو تكنيكال فاول والفريق الثاني كله 4 فاول عليهم. شنو هذا اللاعب؟ أيبا والله انا المفروض اخليه. ما ادري ليش متعصب انا، مو رؤوف هو. هو بعد يحبك ايرلي ترى. لا؟ جدا. والله زين. اي جدا. هو حبوب محترم. ويعني انا اجتمعت وياه وايد ايرلي ويا رؤوف. ذكي 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 ذكي. وعلى فكرة يوم هو هني موجود ويانا بيواصل ويانا حصل اوفر احسن منه ما راح وعقده يقدر يفسخه. They didn't want me to come back, I would have went somewhere else. Do you understand what I'm saying? Yes. So obviously they talked to me and told me what I wanted to hear. They put in the contract, if I get technicals, yes. If I get ejected, I get a fine. I agreed to that. I said, I won't get thrown out of the matches like I did last year. Yeah, that's what because they I want to play. Yes, right? Because I get up out of here and I'll, you know? So I agreed, yes. The fans want to see me play 40 minutes. So I'll give the fans that. I won't get thrown out of the games as much. And if I do, you can take money from me. Trust me, I'll make enough. I'll be okay. So think about it. أنا في عقد مانا مكتوب ممنوع إنه يتدخل في الأمور الفنية ولا يبت حتى يبت في أي رأي زاد الحكام ما له حق إنه يتكلم للحكم أو ينطرد عليه أكشن. موجود في عقده. ما في لاعب في عقده كذي موجود. هاي هالسنة. إي إي إي. من عقب تجربتكم ويا لهم. إي إي. ومن اللي ما وقف وياك في ذي الموضوع؟ الوضع كامل. يعني أنا طبعاً أحد الأسباب، أنا ما أباعد نفسي، لا، أنا أحد الأسباب، يعني مثلاً عمار يقول لي ما تبي شيله، أنت خلاص أخذ القرار. زين. عمار وافقني. أقول له أوكي. بس بنشوف. هو يقول يعني ما يصير عدل، ما يصير كذي، تبي طلعت لك مطلق الحريه اللي تبي تسوي سوا. زين. احنا المشكله مرينا في موقف يعني ان يبنى اللاعبين وكلهم لاعبين يطلعون مو زين، يا مو زينين يا مو فت ما ينجحون ويانا. فهو كان الوحيد اللي كان الباز اللي يقدر انه يطلعنا، كنا في فتره اذا ننقلب ما نتاهل سداسي. هي النجمه ويا المحاهر. فش حدك على المر؟ لا الامر منه. قال اللي امر منه. اي والله. هاي احد الاسباب ان انا شنو؟ يعني في امور ان تنازلت رضيت على روحي هذه السالفه. وصلت لمرحله انه خلاص انا مو اقدر ان سببك الرئيسي ايرلي؟ لا. شنو؟ احد الاسباب. انت مع اراء اللاعبين اللي ما تقبلوا رؤوف واغلبهم قالوا رؤوف مو مدرب.
شخصيا انا لا مو معاهم. Everyone said Najma last year, Ittihad this year. He has no strategy. We go 5-on-5 the whole practice. I come from the NBA. Where's the drills? Where's the skill work? How are the players going to get better if you don't actually teach them the proper rotations? ما صار عدم اتفاق طبيعي. بعض اللاعبين اذا بعض اللاعبين مثلا ما يحصل منت بعض اللاعبين مثلا اي يعني مو على منت لا لا اكيد يمكن يعني بعض امور من اللاعبين اللي يحصلون منت هم الاساس في انهم اللي يقولون ذي الكلام يعني في لاعب بيحصل منت وبيحصل امور بيجي يقول ايش انا ما بالمدرب انا لا بخلي النادي يفوز إيه لان يشوفون ما في سيستم لعب هاي الكل كلمة سمعتها عن رؤوف بس أركض وأركض 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 لا رؤوف ترى إنجز يا نادي الاتحاد يسجل التاريخ إنه هو وصلنا رباعي وطلعنا بموسم مشرف لكرة السلة فأنت شخصيا كنت متمسك في رؤوف؟ أنا مع مصلحة الفريق أنا مع مصلحة الفريق وخبرت رؤوف وقدم استقالته إيه قلت له تعال تبغى تقدم استقالة رؤوف قال إن شاء الله قدم استقالة شنو قال لك؟ ان شاء الله قدم استقالته وهو كان شعورك وانت تقول له صدق عمار ما بكذب عليش انا ما زعلان بس هذا لابد منه القرار لا مو زعلان عشان رؤوف زعلان ان احنا نحتاج ان يعني نواصل في هذا الشيء يعني رؤوف لازم يقعد له سنتين ثلاث سنوات مع اللاعبين ينسجم معاهم رؤوف لازم يغير بعد من بعض فنياته بس هذا ما تصير في موسم هذا اللي مقتنع فيه انا وايد ما تصير في موسم مستحيل يصير في موسم هل تسمع ما يدار عن اجتماعك مع الخمسه لاعبين ولا لا هل اسمع يعني تعرف شنو اللي قال او اللي انتشر عن اجتماعك مع هذه الخمسه لاعبين وقتها ولا لا لا اجتماع كلش عادي ترى انا من الشخص اللي اقعد مع ما اللاعبين كان اجتماع سببه ان توجيه ل استبعاد رؤوف لا 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 ابدا لمضايقه رؤوف لا 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 ابدا ل ترى رؤوف انا ادعاء شيء لا انا شخص ما صار ولا كان موجود لا لا انا البحرين كلها لا انا شخصيا كنت عاطي والنادي كله عاطي الصلاحيه لرؤوف بالقرار باستبعاد اي لاعب اكان من الخمسه اللي قاعده وياي او من غيرهم عند القوه انه يقول لي اذا اللاعب ابغي او ما ابغي ودي الفتره بالاخص انا كنت مبتعد فعليا بشكل مباشر عن اللاعبين دليل اللاعبين من قعدون وياهم لم تواصلوا فيه رئيس جهاز لا دون للرئيس دايركت رؤوف قال لي شيء اوكي قال لي شيء وانا من امس قاعد افكر فيه من امس اي لا قال ليش اول امس من اول امس قاعد افكر فيه يعني يومين ما بنبند اقول صدق لا ما بقول يعني كل شيء سمعتوه كل شيء سمعتوه وين الناس هني ولا هني كل شيء سمعتوه ما كان صدق عاد شنو الصدق الله اعلم اكو هو وقف قدامي ويقول انه في سبب بس ما قاعد يقول شنو هو لا مو كل شيء عادي اللي سمعتوه في اشياء ما اقدر اقولها بس السبب الصدقي للحين ما سمعتوه سوي لي في الصيف في الصيف يعني عقب شهرين ثلاثة بيقول الصج فهمتوا نطروا شنو الصج من الحين لي شهرين إلا إذا أنا عرفته مني ومنك وأقول لكم أوكي إذا أنت اليوم تبيني أرتاح وما أفكر في شهرين بعد قول لي شوف رقم واحد ما أبيش ترتاحين رقم اثنين إن إذا عنده سبب رئيسي ترى يمكن سبب شخصي ما اعتقد سبب شخصي اذا الاجتماع اللي انا قلت لك عنه الحين لا بس انت تتكلمين كان الاسباب اللي انا قلتها اي لا بس اذا بتنكره بقول لك سبب شخصي لا شوفي انا الاجتماع وما حصل في الاجتماع وما حتى لو يطلع شنو موضوع الاجتماع انتهوا في فتره سابقه بعيده كل البعد عن ما حصل وعن الموضوع في ذي الفتره يعني تتكلمين إيه عن فترة زمنية اي مو اصبر 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 لا 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 مالي دخل يعني فشنو يسوي صبر وخلاص لا 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 كلش مالي دخل القشة التي قسم قس شو اسمه؟ شنو المثل؟ كمليها القشة التي ما بساعد شو بلاك شي اليوم ايه لا شوفي ذاك الموضوع ثاني وذا الموضوع صار ولا ما في ربط
كلش ما في رابط. إذا صار قول صار. لا رؤوف ترى من المدربين يعني. لا إذا هاي الاجتماع. أنا ما أدري شنو. بأحداثه اللي أنا أنت تعرف شنو هي الحين وللأسف ما أقدر أقولها. إذا هي صحيحة قل لي صحيحة صارت. مو صحيحة قل لي لا أنا ما سويت كذي. سويتها بطريقة ثانية. شنو؟ أنا ما فهمت سؤالك. شنو في أحداثها؟ أنا سويتها. يعني سؤال إن كان قلت لك أنت اجتمعت مع 5 لاعبين بهدف إبعاد رؤوف بهدف إدعاء شيء لم يقم به رؤوف. اجتمع طلبة ونفس ما قلت ليش أكرر كلام عشان صير كلير ليش اتصلوا لي الاجتماع عندهم سوء تفاهم يا المدرب عندهم أمور يا المدرب ما كملت موضوعهم قلت لهم عندكم رئيس جهاز تجتمعون معه. أوكي. فاليوم علي أنا نبيل أنا كرت اجتماع الاجتماع موجود حلو وصار الاجتماع بناء على طلب اللاعبين أنا اجتمعت معاهم ما يعني الموضوع ما أخذ حتى نقاش. أوكي. فاليوم اللي وصل رسالة حق كل أهل السلة أو كل مجتمع السلة أن سيد أنور ما يرغب في وجود رؤوف أن سيد أنور اجتمع مع 5 لاعبين وقال لهم تصرفوا كذا 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 علشان يصير كذا علشان نستبعد رؤوف. سيد أنور غير محتاج لاجتماع اللاعبين إذا يبي ياخذ قرار. مو يبي ياخذ قرار. يعني يمكن الوسط السلاوي كله يعرف أن اليوم وجود عمار مرتبط بوجود رؤوف. أنا عندي تارجت أن أتباعد عن رؤوف. أي يعني أنا هو يلعب في نادي وأنا ليش اخذت هاي القرار؟ ما اتخذت قرار يعني أحاول قد ما أقدر يعني لازم أكون بروحه لازم أنا أكون بروحي. ليش؟ ليش؟ ليش لا؟ ليش إحنا مرتبطين مع بعض؟ ليش؟ أشوف إن ارتباطنا مع بعض مو صحيح. إيه بس أنت قررت دي الارتباط وقررت الحين دي الانفصال. لا 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 ما قررت هذا الارتباط. أنا نجماوي. أنا يوم طلعت النجمة أنا شجع النجمة أحب النجمة. أوكي؟ يعني لو باكر بستقر في نادي لازم بستقر في النجمة ما بستقر في نادي غير النجمة. بس أنا في النهاية بحريني تاجر بحريني رجل أعمال يحاول يدعم الفرق. لو ليش مو نويدرات مثلا باكر يتندعم الفريق وينافس؟ ليش ما سترة نفس الشيء؟ ليش ما المحرق يرجع بهالجمهور هذا اللي عنده؟ زين يا يرجع محرق؟ ايه ما ادري اروح عندك يعني بلا تعرف قول لي شنو قرب يعني صارت عندي ميزانيه بقرر الأقرب محرق صح؟ والله انا خاطري في المحرق خاطري في النويدرات وخاطري في الاهلي وخاطري في كل انديه البحرين افترى عليهم الحين فرتك بتصير اسهل بدون رؤوف ممكن يا رؤوف انت قلت لي لا انا ما قررت موسم يا بس انا اقول لك في بالي ان انا لازم بيوم انا رؤوف في نادي وانا في نادي بس الجمله اللي قلتها حق الاتحاد بتعيدها على نادي ثاني ولا لا شنو اللي قلتها ان اذا باي رؤوف يكون موجود لا انا ما قلتها السنه هذا الموسم انا قلتها في اللطاف ما بكررها لاحد لا 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 في كل الاحوال حاليا رؤوف وعمار شبه متباعدين رؤوف لا زال معانا رؤوف فعليا لا زال معانا اعرف يعني بس بدون صفه يعني لا في صفه في صفه يعني كصفه بتعطونا شيء يعني صفه هلون تايتل لا لا احنا اللي يدش النادي ما يطلع مستشار مقترح المدربين لا مو مقترح المدربين يعني حتى مدير فني يعني اليوم احنا في اختيارنا للاعبين المحترفين اللي بيجون رؤوف شارك فيهم هو برا اعرف يعني اذا هو كان يشارك يعني اذا كان على تواصل اذا كان ويانا اذا كان يحضر التمارين اذا كان على تواصل مع المدرب فرؤوف لا زال ضمن العائله السلاويه في نادي الاتحاد وانت اللي مختار جعفر انا اخترت احمد جون اللي ما تحبون انت ما احنا ما نحبه ليش ما نحبه حلقه كامله على احمد جون وحاطين عليه حطه ما اعرف انا عشان ما احبه صراحه بس يعني كنا نقول اراء انا شخصيا اتصلت لاحمد جون زين كان ضمن الخيارات المدربين ايوه قال لي عطني يومين برد عليك ايوه قال لا ايه متى تعاقدنا يا جعفر عقب المكالمه بست ساعات ما رد علي هاي مكالمتك انت يمكن حق احمد جان ومن اللي يمثل النادي
مو انت توك قلت مين اللي يمثل النادي اذا انا لا توك قلت لا اذا انا لا انا اخذت الاكشن لا ادري بس انت توك قلت ان رؤوف هو اللي كان يقترح المدربين. انا قلت له في القصه وقلت له مسوي لك سبورت وقلت له اشياء وايد وعمار كلمه وقلنا له البدايه كان اوكي عقب ثاني يوم ثالث يوم اتصل له ما يرد شو السالفه بس فهمت انه هو خلاص انكسر شوي مع انه قلت له كان هو من النوعيه اللي يقبل التحديات بس مستغرب منه انا يعني الصراحه ما قدرت اقنعه؟ اقنعك انت لو يعني هو كان المفروض عطنا قال عطنا يومين وما كان بقول لي لا صراحه اي ليش ما انتظر سيد انور ما لا هو ليش ما انتظرته وانه يرد يعني عليكم هو لازم ياخذ قرار سريع لازم ياخذ قرار يومين سريع يعني اي يعني لازم ياخذ قرار سريع يعني لازم ياخذ قرار انه مثلا لو احمد جان تاخر شوي يبون يقررون حق المحترفين تدويرة المحترفين تدويرة صعبة مو سهلة ترى بس انت ما كنت تقدر تضمن انه هو يقول اوكي لا لا ما اقدر اضمن لا اوكي 100% ما اقدر بس كان 90% قال لي اوكي وتحسف عقب ما صار لا لا جعفر راشد مدرب زين قدم اداء قويا ويدرى لا اقصد احمد جان نفسه يعني خسر الفرصة لا لا لا, لا. يعني خسر الفرصة اتوقع في وقت هو يحتاج يعني يرجع حق الملعب لا هو احمد جان يبي يهدي شوي هو يقول انا ابي بعد اهدي هو يقول ان علشانكم لان كلمتوني فكنت افكر ان ارجع فعلا بس انا كنت ام بهدي اوكي شغل الجديد بعد هو مشغول فيه وحين تشوف جعفر راشد هو الخيار الصحيح اللي بيسوي اللي ما قدر رؤوف يسويه لا مو عشان رؤوف لأن جعفر راشد وقته ضيق لازم يعطونا موسمين بعد يعني ما بيخلق مستحيل مو احنا هاي مشكلتنا اي ما بيخلق اي ما بيخلق ما بيخلق معجزه Do you think they can do anything now with the new coach? I mean anything is possible with God anything is possible but do I think they're going to beat Manama? No. Hell no. Do I think they're going to beat Mahadik without me? Hell no. Do I think they're going to be Najma? Hell no. And if I join any of those clubs, they are better than Najma now. They're definitely not going to beat them. That's why you said it's your turn. Do you get what I'm saying? If I join Ali, Najma, Mahadik, Manama, they for sure are not beating us. You're going to join Najma now? I'm not saying anything about who I'm joining. What I'm saying is they are not going to beat any of them if I join that team. إيرلي وقع مع النجمة وما أعرف إذا اللي قاله بيصير. كل إنجاز يتحقق لازم يكون وراه عمل لازم يكون وراه تخطيط البطولة بتيك لما في شخص واقف على الخط يعرف يقيد يعرف يتصرف لازم يكون وراه صبر صبر إن شاء الله أنا أتفق وياكم في نهاية لقائنا قلت له رؤوف لازم يطور من نفسك وايد والأهم لازم نكون مؤمنين في تحقيقه في النهاية كل اللي قلناه اليوم يمكن يتغير في ثانية والثانية عند أهل السلة تغير قدر وأنا بعد أصلاً حاب أني يعني أقدم اعتذار حق شخص وايد أحترمه وأعزه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر رئيس جهاز كرة السلة في نادي المحرق